حضرتك حاسس ان في ظل الحكم اللي احنا فيه دلوقتي المعاق هيقدر ياخد حقه؟ بصي الواقع ما بيطرحش في السابع من اول مره لازم يطلع كلمه كلمه احنا بدأوا فيه انا شفت من القانون يكون ناس احسن مني هتتغير العمل عشان يطلع كلمه النقطه كده ان احنا نتكلم مع بعض عشان الحج يتعاقب من هذا من التفاوت من العالم. في ناس يا فندم بره بتطالب بعمل قطاع عام ومش شهرات ولا تقولي ليه؟ وحق امي تقولي ليه؟ مش حق امي انا عايز اكتب المعاق المعاق تغسل جهد بس عايز شئنا الرحمه للمعبد تقفص في تعالي فأنا بتمنى ميلك مني والله ميلك نفسه بالقطاع الخاص بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بإذن الله.